أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وفقرتنا التالتة والأخيرة. كنا بنتناقش أنا ومايكل قبل الفاصل وبنتقريبا بنتخانق مع بعض إيه هو السبب في التأثير السلبي للتكنولوجيا، إيه هو السبب أو الأسباب اللي تخلي الموبايل أو التلفزيون أو الحاجات بقى كلها اللي احنا الأطفال بتتعرض لها دلوقتي تكون مش سبب مفيد ليهم، بالعكس تكون ليها آثار سلبية. احنا هيكون معانا دكتور أمير يوحنا، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري وتعديل السلوك. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا في صباح مي. ميرسي يا استاذ مايكل، صباح الفل. يعني احنا لو حضرتك سمعتنا كنا بنتكلم عن الاثار السلبيه للتكنولوجيا، التعرض الكبير للاطفال ان هم دلوقتي بيستخدموا الموبايل كتير، بيستخدموا التلفزيون كتير، ازاي ده ما يكونش ليه اثر سلبي على الطفل يعني نقدر ان احنا يكون لينا شكل ايجابي؟ بصي، هو طبعا يعني للاسف ان مش كل وقت احنا بنستخدم فيه الموبايل او التلفزيون الاطفال بيكون مفيد جدا. في اوقات بيكون ممكن مفيد، وفي اوقات غير مفيد، وفي اوقات غير مناسب بالمره. يعني مثلا زي جمعيه الطب الامريكي قالت انه تحت سن السنتين الطفل اصلا ما ينفعش يستخدم لا موبايل ولا تلفزيون، لان ده بيكون خطر جدا، و80% من مخ الطفل بتكون في اول سنتين دول. فبالتالي الطفل في البدايه بيتعود على اللمس، يعني هو كل حاجه بيكتشفها باللمس وبالحس وبالاحساس. فحتى لو انت جبتي له التلفزيون اتفرج عليه هتلاقيه يروح يلمسه بالظبط. فاذا ده مش مناسب ليه خالص في سن سنتين علشان هو يبدا الطفل يتفرج على تلفزيون ولا على موبايل. كمان من الاخطاء الشائعه عند الاهالي ان يقول لك ان ابني ذكي جدا. ذكي جدا ليه؟ لانه بيمسك الموبايل وبيجيب الالعاب وهو سنه لسه صغير. ايوه. عايز اقول انه اصلا اللي بيقول الاهل اللي بيقولوا ان ابني ذكي جدا لما بنعمله اي كيو تيست ما بيطلعش ذكي خالص. طب يا دكتور، دلوقتي فكره ان الولد بيبقى يعني خلاص هنسيبه بقى يقعد يتلهي في اي حاجه كده عشان يسيبنا في حالنا شويه، بس بصراحة بعد ساعات بنلاقي الأمور ممكن تزيد حبتين ثلاثة، بنتفاجئ بعد ساعات إن الطفل بيصاب بالتوحد. تعليقك يا دكتور. بص، هو أنا عايز أقول لحضرتك موضوع الأوتيزم أو التوحد ده قصة تانية. بمعنى إيه؟ الطفل معرض إنه يصاب بمرض الأوتيزم أو اضطراب التوحد في خلال أول 3 سنين من عمره. تمام؟ بعد 3 سنين ما بيكونش يعني عرضة للإصابة باضطراب التوحد. لكن هل الموبايل بيصيب الإنسان أو بيصيب الطفل بمرض التوحد؟ لا، الإجابة لا. لكن هو بيساعد طبعا في اضطرابات تانية كتير، زي صعوبات التعلم، زي مشاكل دراسية، زي الفيجوال كونتاكت، الانتباه البصري. تلاقي الولد ما عندوش انتباه بصري وتركيز بصري، وتلاقي مستوى الدراسة اتأخر، فبيأثر عليه بشدة. طيب دكتور أمير، كنت بتقول لنا عن السن الصغير قوي ان هو يتعرض للتلفزيون او ان هو مش فاهم حاجة، فايه السن المناسب ان هو ممكن يمسك الموبايل يتفرج على مثلا الكرتون ده يكون قد ايه؟ اول حاجة هو حسب المحتوى، لكن احنا قلنا تحت السنتين ما ينفعش يستخدم الموبايل خالص. بعد كده جمعية الطب الامريكي كملت قالت من 2 لحد 5 سنين مسموح للطفل ان هو يستخدم الموبايل لمدة ساعة متقطعة. يعني ما ينفعش مثلا يقعد على الموبايل لمدة ساعة متصلة، لان برضه هيعمل سايد افكت، اثار جانبية زي التركيز والانتباه، وهيزيد زي ما حضراتكم قلتوا على الادمان، ان خلاص بقى هتبقى الام الموضوع خرج تحت سيطرتها وتقول لك انا مش قادرة اسيطر عليه. ليه؟ لان هو لما الطفل بيمسك الموبايل في ايده لمدة ساعة فخلاص هو حاسس انه بيملكه. فالحاجة دي بقت ملكية خاصة ليه، فان انت تاخديه منه بقى قصة تانية خالص. طب دكتور، فكرة التعامل مع التطبيقات، وانا عايزين نقف وقفة هنا لان انا شايف ان في بعض التطبيقات اللي موجودة في حياتنا دلوقتي خبيثة جدا. زمان كان التطبيق انا بفتحه وبختار الفيديو اللي انا عايز اتفرج عليه وبديله موافقة واديله اوردر ان هو يشتغل، لكن دلوقتي في تطبيقات الفكرة ان انا بحرك ايديا بس، بحرك ايديا كده عشان اشوف اللي بعده واللي بعده واللي بعده، ده بدون اذني وبدون سيطره مني. لا انا حاسس لا عقليا ولا جسديا، وانا حاسس في المستقبل بعد كده يكون في تطبيق بعد كده احرك عينيا، يعني هكسل حرك ايديا بعد كده. ازاي نقدر نتعامل مع
جرعات الإدمان المرعبة اللي وصلنا لها دي؟ بص، هو الفكرة في عدم توفير البدائل دي نقطة. النقطة التانية في قمع الأم لطفلها، بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت دلوقتي معاكي ابن مدمن موبايل أو ألعاب وحاجات زي كده، ففجأة الأم بتاخد الموبايل منه وتقول له تعبت منك، فالولد بيزداد عناد وعصبية وتمرد. صح. المفروض إن أنا لما أجي أتعامل مع طفلي في النقطة دي أنا بنبهه، بقول له حبيبي إحنا متفقين، ما ينفعش أنا أحاسبك على حاجة أو حضرتك تحاسبني على حاجة بدون اتفاق مسبق. فلازم نحط رولز وقوانين، القوانين دي هي اللي بتحميني. يعني دلوقتي أنا لما أجي أخطف الموبايل منه فجأة الولد بيزيد أكتر، لكن بقول له حبيبي إحنا قدامنا 10 دقايق علشان نقفل الموبايل. يبقى أنا أديته كده يعني شعار إن أنا هقفل الموبايل بقى أو آخد الموبايل. دي رولز للكل يا دكتور، عشان خاطر أنا بعد ساعات بقول لأولادي يعملوا كده وأنا ما بعملش كده. لا طبعا، ما هو انا لازم اكون قدوه. ده لو ابني اصلا كان مدمن على الموبايل او كان مدمن على العاب معينه او على الانترنت، انا اقول له خلاص الانترنت اتقفل واسيبه مقفول بالشهر واوريه كمان ان انا مش بستخدم الانترنت. فبالتالي لما انا بقول للطفل كده فجاه، فالطفل بيعني بعدين انا ممكن اظبط له منبه بموسيقى، يعني مثلا بعد كده اقول له قدامنا 5 دقايق نستمتع بالموبايل. هل هيجي من اول مره؟ لا طبعا. طب هو هيجي بعد كم مره؟ حسب مدة الإدمان، حسب وقت الإدمان، حسب أنت صراخك في وشه لما أنت بتصرخ، كله ده بيطول مدة التعافي. لكن في الآخر هو أنت بتختاري إما أنت تتكسري أو ما هو يتكسر. فلو هو سيطر خلاص أنت اللي هتتكسري وهتقولي وكمان الأم دايما بتقولك أنا مش قادرة أسيطر عليه، أنا ابني مطلع إيه. الكلام ده لما بتقال قدام الطفل أنت كده بتزود عنده الإدمان، لأنك أنت بتضعفي شخصيتك كأم. صح. قدام إدمان. طيب دكتور، بجانب الإدمان يعني الحاجات اللي الأطفال بيتعرضوا لها وممكن تكون في سن أكبر شوية، إن هو بقى خلاص بقى بيدخل ويتعمق في السيرش ويعرف حاجات هو ممكن يكون مش سنه إن هو يعرفها، أو يتعرض لحاجات مش سنه إن هو يتعرض ليها، كيفية التحكم يا دكتور؟ إزاي يقدر الأم تتحكم في حاجة زي دي؟ بصي، هو طبعا هو الموضوع كله يبتدي من البداية. يعني حضرتك ربيت الطفل من البداية إن هو أنتي أندر كنترول، تحت السيطرة، تبقى الأمور فيما بعد سهلة. لكن لو الولد كبر وهو عنده سمات الإدمان دي خلاص هو أنت مش هتقدر تسيطري. اتنين، توفير البدائل من ألعاب وكمان ألعاب مشتركة، وإن احنا يبقى مثلا عندنا قاعدة سمر نقعد مع بعض ونخرج مع بعض، نمشي كل يوم ساعة، الولد يشترك في سويمينج، في سباحة، في كورة، في حاجات زي كده. الحاجات البدنية والمجهود البدني ده بيفلس هرمون اسمه اندورفين. يعني ابنك لو نزل مثلا وعنده 12 سنه في الجيم فبيبدا يعمل مجهود بدني، فبيفلس هرمون اندورفين، دي حاجه مفيده للطفل او للانسان عموما، فبيبدا الولد يقلل من ارتباطه بالحاجات الالكترونيه. كمان هو وضع نفس القصه اللي بتحصل مع الاطفال، وضع قوانين ومواعيد محدده هتحصل مع المراهق، هتلاقيه برضه بيستجيب بسهوله. صحيح دكتور، البدائل اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها بعض ساعات احنا بنسمع من الاطفال طبعا هم نوع من انواع التذمر، يعني ان في بدائل مثلا يعني استغفر الله العظيم يا رب القراءه مثلا، يعني دلوقتي انا ما بلاقيش طفل دلوقتي بيقرا كتاب ولا حتى بلاقي برضو الاهل ما بيشجعوش على ده. بعيدا عن الطرق التقليديه اللي هي القراءه والرياضه، وانا شايف ان دي حاجه مهمه جدا في الحياه، ازاي اعود اولادي على القراءه والرياضه ان اللي يكون ده نهج حياه زي الموبايل، زي الاكل، زي الشرب؟ أبدأ أعلمه ده إزاي؟ أطفالنا وأولادنا هم جهاز حساس للسمع والمحاكاة. يعني أنت بتلاقي ابنك بيقلدك بشكل تلقائي من غير ما أنت تحس. صح. يعني أنت لو جيت وقفت تصلي هتلاقيه بيقف جنبك يصلي أو يقلدك، أو أنت بتقلد مامتها وبتقلد باباها. أنا التوجيه المباشر، يعني دايما أوعى تستخدم مع ابنك أمر مباشر أو أمر غير مبرر. الأمر المباشر زي العب، صلي، ذاكر، اقرا كتاب، الولد مش هيستجيب. صح. الأوامر غير مبررة هو كده، أنت ما تعرفش مصلحة نفسك، إحنا فاهمين أكتر منك. إحنا دايماً كأهالي بنستخدم الأوامر دي، هنا ما فيش استجابة. الصح نعمل إيه؟ الصح إن أنا بعمل الحاجة اللي عايز ابني يتعلمها قدامه وأنفذها أنا ومامته مرة واتنين وتلاتة، وما بقولهوش خالص أوردر. الولد استحاله مش هيستجيب، اول ما يستجيب بركز على الايجابي وبتجاهل السلبي. صح. يعني لو جه وقت ركز وعمل حاجه زي بقول له انا مبسوط، ترتيبك لاوضتك كان رائع جدا، استخدامك للعبه دي كنت ذكي فيه جدا. فتلاقي الولد بعد كده يقول لك شايفه ماما انا بعملها ازاي، شايفه بابا انا بعملها ازاي،
طب لو انا ركزت على السلبي وتجاهلت الايجابي استحاله يبقى في اي ايجابيات. دكتور امير، يعني اخيرا عايز حضرتك تدينا نصيحتين بسرعه. كيفية التعامل مع الطفل اللي هو خلاص بقى مدمن للموبايل بسرعة، روشتة سريعة، وإزاي لو الأم، روشتة بقى تانية لو الأم اكتشفت إن ابنها بيتفرج على حاجات مش كويسة، إيه الحل؟ الأم خليكي ذكية في التعامل، الصراخ والصوت العالي بيزعج أولادنا وبيخليهم عرضة للاكتئاب والهروب منك الموبايل والحاجات دي كلها. اتنين، ما تقارنش ابنك وما تقسموش بمستواه الأكاديمي، لأن الأهالي بيحبوا أولادنا بمستواهم الأكاديمي، فبالتالي الأولاد بيحسوا بصغر النفس. ثلاثة، وفري بدائل رياضية، حاجات صحية، نظام معين نمشي عليه في البيت، ونحط نقاط ونحط إيجابيات وندعم بمكافأة، بخروج خاصة لابني، بعزومة خاصة لابني، هلاقي إن النتائج بدأت تكون أسرع وبقت تكون في علاقة حب بيني وبين أولادي. دي الروشتة الأولى. في روشتة تانية بخصوص؟ بخصوص لو مثلا الأم اكتشفت إن ابنها بيتفرج على حاجات مش كويسة، تتصرف إزاي؟ طبعا ما تنفعش إن هي تواجهه، لأن لو واجهت الولد هيبقى بيهرب من الموضوع. اتنين، لو سنه صغير طبعا من الأفضل إن هي تروح لحد تعديل سلوك ومتخصص عشان يرشدها تتعامل معاه إزاي؟ لأن لو الموضوع الولد عنده اضطراب شخصية إدمانية، الولد لما هيكبر هيدمن حاجات تانية. ففي الحاجات دي، لان ممكن الولد بيكون شاف الحاجات دي فكبر في سنه وتعلم حاجات هو لسه صغير عليها، ممكن لو هو يوزر مستخدم هتلاقيه بطل الحاجات دي بسهوله. لو الموضوع عنده اضطراب شخصيه ادمانيه، نفضل ان احنا نروح لحد متخصص عشان يعلمنا ازاي نتعامل مع ابننا في المرحله الحرجه دي، ويتعلم ازاي ان هو يبطل. كمان قصص، نحكي له قصص غير مباشره، زي قصص ابطال، زي قصص الناس اللي هي خطوره الحاجات دي، من غير ما نوجه له الموضوع، الولد في الوقت ده هيبدا يدرك الامور، ممكن ان هو يبتعد بدون تخويف وبدون تهويل، لان التخويف والتهويل مش هيخليه يبعد، هيخليه يقرب اكتر كمان، هروب من الخوف يعني. دكتور امير يوحنا، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري وتعديل السلوك، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، كنت معانا على الهاتف. أعزائي المشاهدين، كده خلصت حلقتنا، ولكن عايز أفكركم بحاجة مهمة جدا. أولادنا أمانة تستاهل إن احنا نحافظ عليهم، ناخد بالنا من الشبح اللي موجود في كل بيت هو الإنترنت، والتعامل مع التكنولوجيا بحذر. نرجع نقعد تاني مع بعض، نتكلم مع بعض، تكون في لغة حوار، يكون في قراءة لأعز صديق اللي هو الكتاب. نشوفكم بكرة قبل المعدة بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح مين.